طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. اليوم إن شاء الله راح نشرح موضوع السويتش كيس. السويتش كيس هي نوع من أنواع الإف ستيتمنت. مبدأها بدي أشبهها بباب. عندي أنا باب، ماشي، هذا باب وهذا باب، في له مكان لمفتاح، وانا عندي ايش؟ مجموعة مفاتيح. واحد من هاي المفاتيح اكيد راح يفتح الباب هذا، فانا بجرب المفتاح الاول. فتح ما فتح، جرب الثاني، فتح ما فتح، الثالث، وهكذا تا يفتح عندي باب. ونفس المبدأ مبدأ ليش؟ السويتش كيس. كيف بتنكتب السويتش كيس؟ بكتب كلمة سويتش، بكتب جنبه ايش؟ الاكسبريشن تاعي. هذا الاكسبريشن شو ممكن يكون؟ ممكن يكون يا عندي رقم انتجر، او ممكن يكون عندي كاركتر حرف، او ممكن يكون عندي بوليان اشي ترو او فولس. بعديها في عندي ايش؟ هون حكي كيس، بكتب كلمة كيس. فاليو، الفاليو تاعتي، الفاليو الاولى على سبيل المثال. كيس يعني كاني بدي اشبه لك هذا المفتاح، عندي هاي المفتاح الاول، مفتاح الاول الفاليو الاولى نفسها الاكسبريشن، تفتح هذا الباب نفذ لي الجمل اللي هون. بعدين في عندي فاصلة منقوطة، لا بروح على الكيس، في عندي كيس ثانية في فاليو 2، الفاليو 2 نفسها الاكسبريشن اذا نفذ لي الجمل اللي بعديها. شو ما كان الجمل اللي بعديها، عندي كيس فاليو 3، إذا value 3 نفس الاكسبريشن نفذ الجمل اللي بعديها شو ما كان الجمل اللي بعديها. هاي بشكل عام السويتش، تمام. طيب شو في أشياء بالسويتش؟ في إشي يا جماعة بالسويتش إشي اسمه بريك. شو يعني بريك؟ لو أنا عندي هون هاي كلمة سويتش، عندي هون اكسبريشن، وعندي هون إيش؟ هاي كيس، عندي هون value، الفاليو الأولى، عندي هون حكي، حلو، جمل statements، سواء statement واحدة أو أكثر statement. الآن أنا أتحقق الفاليو هاي، هاي الفاليو نفس الإكسبريشن، فيش داعي أدخل على الكيس فاليو 2 أو كيس فاليو 3، فيش داعي أدخل عليهم كلهم هذول، صح؟ عشان ما أدخل عليهم كلهم بحط كلمة break. إذا البريك شو بتعمل؟ البريك بتحكي لك إذا تحققت الفاليو، إذا تحققت هاي الكيس اعمل بريك، فيش داعي تمر عليهم كلهم، تمام؟ طبعا البريك بالسويتش إشي إيش؟ اوبشنال، اختياري، فيش داعي إنه يعني مش إجباري تحطه، يعني لو ما حطته ما بضرب إيرور، بس هو جدا مفيد. ليش؟ أنا بدي بس هاي الكيس، إذا هاي الكيس تحققت خلاص بس نفذ لي الجمل اللي فيها، ليش نفذ هذول كل الجمل؟ طب لو ما كان عندي بريك، لو ما كان عندي بريك شو بيصير؟ لو دخلت على هاي الكيس وطلعت هاي الجملة صح، بعد ما يقرأها راح ينفذ كل هذول الجمل. لو انه هذول الجمل مختلفين، لو الفاليو 2 ما بتساوي الاكسبريشن بس ما في عندي بريك توقف، راح ينفذ كل الجمل اللي بعديها. نفس الشيء يعني باجي مثلا لو كان الاكسبريشن هذا متطابق مع الفاليو 2، راح يجي يقارن اكسبريشن مع فاليو 1، لا بعد انه ما راح يقرأ هذا، بيقرأ اكسبريشن مع فاليو 2 متشابه، تمام؟ بما متشابه راح يقرأها. في عندي بريك؟ لا، راح ينفذ فاليو 3 و 4 و 5 لو حتى فيه. هاي بالنسبة لموضوع البريك. طيب آخر إشي بالسويتش كيس إشي اسمه الديفولت. شو يعني الديفولت؟ أنا عندي هون سويتش كيس فيها إكسبريشن، وفي عندي هون كيسز، هاي كيس كيس فاليو كيس وإلى آخره. طبعاً راح تشوفوا بالضبط كيف على الجهاز، راح أعطيكم مثال على الكمبيوتر تشوفوا كيف موضوع السويتش. إذا أجت قارنت الفاليو الأولى مع الإكسبريشن طلعت لا، وهاي لا، وهاي لا، ولا واحدة من كيس زبطت، أنا بدي إياها تطلع أوتبوت. لو ما تشبه ولا واحدة مع الإكسبريشن، في شيء اسمه ديفولت. نقطتين بعديها هون إيش؟ الستيتمنت. شو هذا الديفولت؟ هذا الديفولت بيقول لك إذا ما زبطت عندي ولا كيس من الكيسات، ادخل على الديفولت واكتب لي اللي جواتها، نفذ لي اللي جواتها.
هاي مبدأ الديفولت. لما ما يزبط عندك ولا كيس من الكيسات، ما يزبط عندك ولا مفتاح من المفاتيح، روح إيش؟ روح على الديفولت وقرأ اللي جواته. ها بشكل عام مبدأ السويتش. إن شاء الله الأمثلة الجاية راح تكون أشياء عملية تفهموا أكثر شو موضوع السويتش، ويعطيكم ألف عافية.